كيف صحتك؟ طبعا انا اسمي طبيب المهرج عمو مهند من طاقم شركه كوليو للانترنت. طبعا شركه كوليو للانترنت دائما تكون بزيارات دوريه في المستشفيات في قسم الاطفال تحديدا، وين بتكون الاطفال في قسم الاطفال بيختلف الاقسام. طبعا احنا وجود الاطفال حتى هون ندعمهم نفسيا، وجودنا كمهرجين اطباء يساعد في عمليه تسريع العلاج لدى الاطفال، وبكون احنا بعده فقرات. الفقره الاولى هي عباره عن علاج بالضحك، والفقره الثانيه هي عباره عن دعم نفسي من خلال تمارين القوة والإرادة، من خلال أنه هو يتفاعل ويتقوى على المرض من خلال فقرة البابلز، وكمان من خلال ألعاب الخفة السحرية بتخلي الطفل يصحصح ويكون يواكب الأمور المرضية كمان، وكمان يتعاون مع الأطباء، بالإضافة لأنه نعطي للطفل إرشادات وتوعية سليمة حتى يقاوم المرض ويتعافى بشكل سريع. أنا مبسوط وأبسطنا وعملنا ألعاب سحرية. شكرا تلفزيون الفجر الجديد، معكم علاء أسعد زبلة.